الجزء الأخير من المحاضرة اللي هو في الانترودكشن، المحاضرة الأولى عن النظم الموزعة، هنتكلم عن أنواع النظم الموزعة اللي هي في ثلاثة نظم رئيسية. يا إما أنا أعمل نظام موزع للهاي بيرفورمانس كمبيوتينج، يعني أنا أكون عندي نظام موزع عايز يكون أداؤه سريع يشتغل لارج كمبيوتيشن، أو يكون نظام موزع للانفورميشن سيستمز، نظم موزع بتاعت معلومات، او يكون النوع الثالث من النظم الموزع انه يكون السيستم اللي هي الحواسيب المنتشرة اللي هي بيرفيسيف كمبيوتينج، والان بقت موجودة في كل الاجهزة. بالنسبة للهاي بيرفورمانس كمبيوتينج ديستريبيوتد سيستم فيه ثلاثة اربع انواع، اللي هو البارلل كمبيوتينج، يعني زي ما حنشوف بالتفصيل بعد شوية، والكلاستر كمبيوتينج والجريد كمبيوتينج والكلاود كمبيوتينج، كل هذه تعتبر أنواع من الهاي بيرفورمانس كمبيوتينج. النوع الثاني، النوع الأول. بالنسبة للبارلل كمبيوتينج بيتعامل غالبا مع نوعين، يا إما شيرد ميموري سيستم أو برايفت ميموري. بالنسبة للشيرد ميموري هو يكون عندي عدد من البروسيسرز بتشارك مع بعض في ذاكرة مشتركة، أما بالنسبة للبرايفت ميموري يكون كل جهاز عنده الذاكرة الخاصة به ويتبادل البيانات بإرسال الرسائل. النوع الشيرد ميموري ده أحيانا بنسميه مالتي بروسيسر أو مالتي كور، يعني بروسيسرز كثيرة بتتشارك في ذاكرة واحدة أو ذواكر مشتركة. والبرايفت ده عادة بنسميه المالتي كمبيوترز، أجهزة من الكمبيوترز كل جهاز عنده ذاكرة متصلات مع بعض بشبكة أو بإنتركونكت، ويتبادل البيانات في بيناتهم رسائل. بالنسبة للديستريبيوتد شيرد ميموري سيستم اللي هو زي المالتي بروسيسر، البرمجة بتاعته سهلة، ايزي تو بروجرام، هو ايزي تو بروجرام اكتر من مقارنة مع المالتي كمبيوترز اللي هي البرايفت ميموري سيستم. لذلك بنلقى في المالتي كمبيوترز في مشكلة، في صعوبة في البرمجة، لكن بتظهر المشكلة في المالتي بروسيسر اللي هو النظام اللي عنده ذاكرة مشتركة ده، بتظهر لما يزيد عدد النمبر اوف بروسيسرز او كورس، كل ما زادت عدد البروسيسرز بقى الزحام كثير على الذاكرة المشتركة وبتظهر مشكلة في الحتة دي. الحل انه انا اطبق اللي هو اعمل امبلمنت للشيرد ميموري موديل في المالتي كمبيوتر. يعني هنا عندنا حاجتين، عندنا انه برمجة المالتي بروسيسر والشيرد ميموري سيستم سهلة، لكن عنده مشكلة انه اذا زادت او كثرت البروسيسر والكور حتصحل مشكلة وحيحصل زحام على الذاكرة المشتركة، والمالتي كمبيوترز ما عنده المشكلة دي لكن البرمجة بتاعته صعبة. فنحن عملنا كومباينيشن، الحل انه انا اعمل شيرد ميموري موديل فيرتشوالي على المالتي كمبيوترز، لكن الحل ده برضو بيكون البرفورمانس للديستريبيوتد شيرد ميموري لانها ما اوريجينال، يعني هي فيرتشوال ما بتكون زي الشيرد ميموري الحقيقية. لذلك الحل ده ايضا تم تجاهله وما استخدم كثير. بالنسبة للكلاستر كمبيوتينج سيستمز هي مجموعة من الاجهزة زي ما ظاهر في الرسمة عندنا، مثلا عندي هنا عدد من الكمبيوترز بتكون متصلة عادة بهاي سبيد نتورك، شبكة سريعة، ما بتكون شغالة بشبكة سريعة اللي هي هاي سبيد نتورك، والشبكة دي اللي هي بتوصل الأجهزة بتخلي إنه تبادل الرسائل بين الأجهزة والتعامل معهم بيكون سريع جدا. وغالبا الأجهزة دي بتكون هوموجينيوس اللي هي متشابهة في الهاردوير غالبا، ونفس الأوبريتنج سيستم نازل في كل الأجهزة، فبتكون الهاردوير ايدنتيكال وبيكون الأوبريتنج سيستم واحد في كل الأجهزة، وبكون عندي سينجل مانجينج نود، يعني بكون عندي جهاز واحد من الأجهزة دي هو بيعمل مانجينج لباقي الأجهزة، فأنا بعمل كيوزر بتعامل مع الجهاز ده الرئيسي وهو بيرسل
بيوزع المهام على الأجهزة دي ويستلم منها بدون ما أنا أكون شفت بكون في ترانسبيرنسي في الحتة دي. ده بالنسبة للكلاستر كمبيوتنج. بالنسبة للجريد كمبيوتر هو نفس فكرة الكلاستر، لكن الأجهزة والنودز موزعة في أي في أماكن مختلفة متباعدة عن بعضها، وغالبا بتستخدم شبكة وان، وهي هيتروجينيوس. هناك قلنا هوموجينيوس متشابهة، هنا الهاردوير الأجهزة ممكن تكون مختلفة، هيتروجينيوس متباينة في الهاردوير، وممكن الأوبريتنج سيستم يكون مختلف. وهي منتشرة عبر عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات والشركات، وممكن تكون مبنية على ألوان. ده بالنسبة للكريد كمبيوتينج. الكلاود كمبيوتينج عنده مقسم السيرفس لأربعة لايرز، وهو بيختلف عن الجريد كمبيوتينج. نفس فكرة الجريد، لكن بيختلف في إنه الكلاود كمبيوتينج بديني يعني بقدر آخد سيرفس اشتريها او اجر سيرفس، وكان هاردوير او سوفت وير او بلاتفورم. وهو مقسم الاستراكشر حقته لاربع طبقات. الطبقه الاولى هي الهاردوير، يعني البروسيسورز والراوترز والكيبلز والكولينج سيستم وكل الحاجات دي، كل هذه بسميها الهاردوير وقاعده في اللايرز التحت. وبعدها بتجي لاير تاني اسمها الانفراستراكشر. الانفراستراكشر دي بتستخدم الفيرشواليزيشن تكنيكس، يعني انا لما نتعامل مع الاجهزة الهاردوير ما بتعامل معها حقيقة، وانما بتعامل مع الانفراستراكشر لو عايز هاردوير. وممكن يكون سيرفر واحد موجود في الهاردوير، في الانفراستراكشر يكون يتقسم فيرشوالي لخمسة ستة سيرفرز. فالفيرشوال تكنيكس بيسمح لي اقدر اتعامل بمرونة مع الهاردوير، واقدر يعني الانفراستراكشر يقدر يعمل لي الوكيتنج ومانجينج للديفايسز الستورج ديفايسز والسيرفرز بصوره فيرتشوال. بيكون عندي فيرتشوال ستورج ديفايسز وفيرتشوال سيرفرز، دي في الطبقه بتاعه الانفراستراكشر. واقدر انا في الحته دي في الطبقه دي اقدر ااجر سيرفرز او ااجر ستورج كباسيتي معينه خلال فتره معينه بايجار معين، وبيكون بواسطة الفيرشواليزيشن. تجي بعدها البلاتفورم، طبقة البلاتفورم اللي هي دي بتكون مبنية على الانفراستراكشر، وبتديني تعامل مرن مع بعض البرامج اللي تكون مبنية على الانفراستراكشر زي الامازون S3 ستورج سيستم. اقدر انا يعني بديني ابلكيشن بروجرام انترفيس عشان اتعامل مع الفيرشوال ستورج من خلال البلاتفورم ده، واقدر اخزن ملفات واعمل لها اورجنايزيشن واخزنها في شكل باكيتس. ده مثال للبلاتفورم. واخيرا الابلكيشن اللي هو ابلكيشن سيرفيس، هي ابلكيشنز موجودة على الكلاود ممكن برضو استخدمها مقابل ايجار معين زي الاوفيس سويت، اللي هو مثلا ممكن اعمل ادخل بيانات تكست بروسيسنج. ما عندي مايكروسوفت وير في جهازي، فاقدر استخدم المايكروسوفت وير في الكلاود، او السبريد شيت الاكسل او اي تطبيقات تانية موجودة في الكلاود اقدر استخدمها، وهي موجودة هناك بدون ما انزلها عندي في الجهاز. يبقى لو جيت اشوف الخلاصة هنا بلقى انه الهاردوير تحت مع الانفراستراكشر اللي هو هنا، ده الهاردوير. الطبقة بتاعت الهاردوير فيها الأجهزة الحقيقية الفيزيكال ديفايسز زي السي بي يو والميموري والديسك والباندويت، ومعاها الانفراستراكشر اللاير دي اللي هي بتعمل لي فيرشواليزيشن. مثلا ممكن أجر أجهزة فيرشوال ماشينز وبلوك أو فايلات أخزنها في فيرشوال ستورج. الاتنين ديل مع بعض، الطبقتين ديل اللي هو الانفراستراكشر مع الهاردوير، دي بسميها انفراستراكشر از سيرفيس. انفراستراكشر از سيرفيس. هو بالنسبه للهاردوير مثال له، الطبقه بتاعت الهاردوير مثال لها هي اللي هي الداتا سنتر. داتا سنتر هو هاردوير موجود فيه سيرفرات وناس شغالين وكولينج سيستم ومكان وكذا. بالنسبه للانفراستراكشر مثال لها امازون S3
وامازون اي سي 2. امازون اس 3 بتديني فيرتشوال ستورج، والامازون اي سي 2 بديني اقدر اجر اجهزه فيرتشوال ماشينز استخدمها. مثلا لو انا دايره عايز اعمل شغل محتاج 20 جهاز لمده شهر، فما ممكن امشي اشتري 20 جهاز كمبيوتر، وانما بعمل شنو، بمشي اجر 20 جهاز من الامازون، فبدوني اكسس لل 20 جهاز ريموتلي، واقدر استخدمهم كانهم قاعدين عندي في المكان. انتهيت من الشغل بعد العشرين، بعد الشهر العشرين جهاز بتكون خلص العمل حقه، وبالتالي انتهيت من الجوب واجرت بمبلغ بسيط. بالنسبه للبلاتفورم از سيرفيس، فيه السوفت وير، ممكن مثلا الجافا كومبايلرز والبايثون كومبايلر والدوت نت والداتابيزز انجنز، كل هذه موجوده في البلاتفورم از سيرفيس. ومثال له ازور بتاع مايكروسوفت والجوجل ابس انجن، دي كلها امثله لبلاتفورم از سيرفيس. ممكن انا اجرها وانزل عليها التطبيقات حقتي واعمل فيها البرامج بتاعتي عن بعد برضو بدون ما تكون عندي في الجهاز. اخر حاجه اللي هي السوفت وير از سيرفيس او الابلكيشن، بتكون فيها الويب سيرفيس والمالتي ميديا والبزنس ابلكيشنز، ومثال لها الجوجل دوكس والجيميل برضو مثال، اليوتيوب، فليكر، دي كلها امثله لسوفت وير جاهزه انا بستخدمها وهي موجوده هناك. يعني مثلا في اليوتيوب ممكن انت تعمل كرييت لاكونت في اليوتيوب وتعمل ابلود للفيديوهات بتاعتك والناس يشوفوها، وهي كلها وين، موجوده في الكلاود بعيده عنك، السيرفرات مخزنه فيها الفيديوهات والناس بس بيعملوا اكسس، انت ما عملت اي حاجه غير انك استخدمت في الحته دي. يبقى الطبقات دي تاني باختصار انه الانفراستراكشر از سيرفيس، ممكن اجر فيها اجهزه فيرتشوال ماشين او ستورج. البلاتفورم از سيرفيس ممكن استخدمها عشان اعمل اصمم بها برامج، والسوفت وير از سيرفيس بتكون هي برامج مصممه جاهزه ما علي الا استخدمها وهي موجوده بعيده في الكلاود كمبيوتينج. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو ديستريبيوتد انفورميشن سيستم، ممكن يكون مثال له هو البانكينج سيستم. يعني يكون عندي سيرفرز موجوده في البنك في الرئيسي مثلا، ممكن الفروع يكون عندها شنو كلاينتس تتعامل معاه بطريقه كلاينت سيرفر، فده يعتبر نظام موزع، كل الفروع بتاعه البنك بتكون مع بعض كونكتد مع بعض في ديستريبيوتد انفورميشن سيستم.